أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وأبدأها بالعناوين. العرب اللندنية الكاظمي يعيد تدوير وجوه مستهلكة حفاظا على مصالح الأحزاب. المدى العراقية إفطار وسحور في البصرة على أصوات الرصاص وقذائف الهاون. وفي تقرير للشروق التونسية بعد المناوشات الأخيرة بين إيران وأمريكا شبح الحرب يخيم على المنطقة. من المقالات يكتب خير الله خير الله في الرأي الكويتية: العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال. ويكتب طارق الحميد في عكاظ السعودية: لعبة إخراج الأمريكيين. فاصل وتأتيكم التفاصيل. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة الشرق القطرية نقلا عن وكالة الأناضول إن خططا تجري لاستبدال القوات الأمريكية في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي إنه ينوي إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان الصيف المقبل في إطار خطة لاستبدال الوحدات العسكرية المتمركزة في البلدين، وأن مدة نشر القوات في الشرق الأوسط تتراوح بين 6 أشهر و13 شهرا. قالت صحيفة القدس العربي اللندنية إن 7 متظاهرين من قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار أصيبوا إثر اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي وفرضت حظرا للتجوال. ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر 2019 تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل. أكدت صحيفة العرب اللندنية أن الكاظمي يعيد تدوير وجوه مستهلكة حفاظا على مصالح الأحزاب، وتضيف بالقول إن تشكيل حكومة جديدة لا يمكن أن يخرج عن سياق المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية ومراعاة مصالح الأحزاب، ولا يبدو أن حكومة الكاظمي ستشذ عن هذه القاعدة وتحمل التغيير الذي ينشده العراقيون. قالت صحيفة المدى العراقية إن إفطارا وسحورا شهدته البصرة على أصوات الرصاص في أول أيام رمضان، بينما البصريون يستعدون للإفطار، حيث علت أصوات الرصاص على صوت الأذان معلنة نشوب نزاع عشائري حاد في ناحية الهارثة استخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة، الأمر الذي لاقى انتقادا واسعا في الشارع العراقي. ويقول متابعون إن التغلغل العشائري في مفاصل الدولة ولد عشائر لا تحترم القانون. قالت صحيفة الصباح الجديد العراقية إن مسلسل حرائق محاصيل الحنطة والشعير واستهداف أمن العراق الغذائي عاد للواجهة من جديد. ويشير مراقبون إلى أن مافيات فساد داخلية تدعمها أجندات خارجية تعمل بشكل مدروس ومخطط بغية استهداف الأمن الغذائي العراقي، مستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها العراق. وفي تقرير لصحيفة الشروق التونسية بعد المناوشات الأخيرة بين إيران وأمريكا أصبح شبح الحرب يخيم على المنطقة. يقول التقرير: تثير المناوشة الأخيرة بين السفن الحربية الأمريكية والزوارق الإيرانية في مياه الخليج مخاوف حقيقية من صدام أمريكي إيراني وشيك ستكون نتائجه كارثية على الطرفين وعلى المنطقة كلها. ويقول الخبير الاستراتيجي أحمد ناصري إن التهديدات المتبادلة بين الطرفين جاءت أكثر جدية وحدة هذه المرة، لكنها لا تعني بالضرورة استعداد الطرفين للدخول في مواجهة غير محمودة العواقب. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير.
مرحبا بكم مشاهدينا إلى مقالات الصحف. يكتب خير الله خير الله في الرأي الكويتية: العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال. يقول الكاتب: هناك أحزاب تريد أن تعتاش على ما بقي من العراق، رافضة أن تأخذ علما بأن البلد الغني جف ضرعه بعد عملية نهب منظمة منذ العام 2003 وسقوط العراق تحت الاحتلال الأمريكي وسقوط الحدود بينه وبين إيران. فالعراق في السنوات 17 الأخيرة هو سلسلة من الإحباطات ولا شيء آخر غير ذلك. ويكتب خالد القيسي في المراقب العراقي: المحاصصة لا تمس. يقول القيسي: المنصب والنهب لجهابذة المحاصصة من كتل سياسية كلها متمسكة بهذا المرض الذي أملته ظروف التغيير ولا تريد الخروج عليه، بل أصبحت خبيرة في إغناء هذه المحنة بتوجهات تزيد من حالة التشرذم، فهي تتوحد فقط على توزيع المناصب والوزارات والمكاسب والمغانم. أخيرا يكتب طارق الحميد في عكاظ السعودية: لعبة إخراج الأمريكيين. يقول الحميد: الأكيد أن شعار خروج الأمريكيين من المنطقة الذي تردده إيران ليس بالجديد، وإن تردد كثيرا بعد مقتل سليماني، وإنما هو لعبة بمعنى خدعة واستراتيجية لم تحد عنها إيران منذ الثورة الخمينية. ويضيف الكاتب بالقول: هدف إيران الأساس من هذا الشعار هو السيطرة على المنطقة وتصدير مشروع الثورة، وقد ألبست إيران هذه الاستراتيجية أكثر من عباءة، كما طوعت مناهج وتيارات من أجل خداع المنطقة. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف السيد أديب العالي عضو الاتحاد الدولي للصحافة. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد أديب العالي عضو الاتحاد الدولي للصحافة. مرحبا بك سيد أديب معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ حسام. أهلا بك. نبدأ من عنوان صحيفة الشرق القطرية والذي نقلته عن وكالة الأناضول: خطط لاستبدال القوات الأمريكية في المنطقة الصيف المقبل. ما الذي يعنيه هذا التمركز الجديد للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ بالتأكيد هذا يأتي في إطار خطة الاستبدال الوحدات العسكرية الأمريكية المتمركزة في العراق وأفغانستان التي تعتبر هي جزء كبير من منطقة الشرق الأوسط. وهذا سياق متبع في كافة الجيوش العسكرية، أنه يتم بين حين وآخر استبدال قواتها من مكان إلى آخر بهدف التعزيز وبهدف اطلاع هذه القوات على مستجدات وأمور عسكرية أخرى. وذلك لإدامة الوحدات العسكرية والحفاظ أيضا على تجددها واكتسابها الخبرة في الاطلاع على آخر التطورات في هذه البلدان. إضافة إلى أن هذه الوحدات القتالية المتمركزة في بعض البلدان مثل آخر التطورات في هذه هي في منطقة فورت براغ الأمريكية والتي هي الفرقة 82 المحمولة جوا، ستتوجه إلى العراق بداية الصيف المقبل. إضافة إلى أنه سيتم توجه لواء الإسناد الرابع لقوات الأمن في فورت كاريسون إلى أفغانستان، وإن مدة نشر هذه القوات في الشرق الأوسط ستتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 أو 13 شهرا، لكي تستطيع أن تتخذ المواقع المهمة في هذه المناطق والحفاظ على المصالح الأمريكية أولا في هذه المناطق ومكتسباتها. نعم. عنوان لصحيفة القدس العربي اللندنية: 7 متظاهرين من قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار أصيبوا، وذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي. ماذا يعني برأيك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين
المطالبين بحقوقهم المشروعة. بالتأكيد تجدد التظاهرات في قضاء في محافظة البيقار وخاصة في قضاء الرفاعي، هذا يدل على أنه هذه القوات والحكومة المحلية متخوفة جدا من هذه التظاهرات التي زعزعت كرسيها بالتحديد نتيجة عدم تنفيذ الحكومة والحكومات المحلية مطالب المتظاهرين، وهذا أدى إلى تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث تطورت هذه الاشتباكات إلى استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، والتي أدت إلى إصابة 7 متظاهرين بالجروح. وأدى ذلك إلى أن السلطات في المحافظة فرضت بعدها حظر شامل من أجل السيطرة على الأوضاع في المحافظة، وهذا دليل قاطع على أنه هذه الحكومة في هذه المحافظة وغيرها في المحافظات التي تجددت فيها الاشتباكات من أنها خائفة جدا ومن هذه التظاهرات والتي ستقض موجعها في يوم من الأيام. طيب، أيضا هناك عنوان في صحيفة العرب اللندنية: الكاظمي يعيد تدوير وجوه مستهلكة حفاظا على مصالح الأحزاب. إذن أين التغيير الذي يريده الكاظمي عن الحكومات السابقة؟ بالتأكيد تشكيل حكومة عراقية جديدة لا يمكن أن يخرج عن سياق المحافظة الحزبية والعرقية والطائفية، وأن لا يحيد عن مبدأ وأن الكاظم لا يحيد عن مبدأ مراعاة مصالح الأحزاب وكبار الشخصيات المشاركة في العملية السياسية مهما يعني غالت شعارات مكلفة تشكيلها في الطموح. ولا يبدو أن حكومة مصطفى الكاظم المرتقبة ستشهد هذه القاعدة وتحمل التغيير الذي ينشده العراقيون. بعض المصادر العراقية قالت أن رئيس الوزراء المكلف الكاظمي تم اختيار أعضاء يعني أعضاء مستهلكون في 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 الحكومة في حكومة عادل عبد المهدي. نعم حكومة أي نعم يعني وهذه القاعدة تحمل التغيير الذي لا تحمل التغيير الذي ينشد العراقي. الكاظمي تم اختيار أعضاء يعني أعضاء أكثر من نصف كابينة الوزارية بانتظار عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة في الجلسة البرلمانية الخاصة يمكن والتي يمكن أن تنعقد في خلال الأيام القليلة القادمة. وهناك تسريبات إلى وسائل الإعلام بعض الأسماء عدد من المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة الكاظمي، والأسماء اللي عرضت خلال جلسة المباحثات القوى الشيعية يعني بانتظار جلسات أخرى سيتم عقدها لحسم الأمر بشأن عدد من المرشحين قبل الذهاب إلى جلسة البرلمان لمنح الثقة، وهذا قد تعقد وهذا يمكن أن تنعقد منتصف الأسبوع القادم. ولكن لافت النظر أن القائمة ضمت على الأقل 3 مرشحين مؤيدين لحركة الاحتجاج اللي اندلعت في البلاد مطلع أكتوبر الماضي وتستمر حتى طبعا هذه الاحتجاجات هي مستمرة لحد الآن، وهذا طبعا أكيد سوف تكشفه الأيام القادمة. طبعا هذا وفقا لمصادر مطلعة على سير المفاوضات أن القائمة الترشيحات ليست نهائية حتى الآن، يعني ليست نهائية هذه القائمة، ولكن وبعد الاتفاق على تأجيل النظر يعني في أسماء المرشحين لخمسة حقائق أخرى أبرزها الدفاع والداخلية. ويفترض أن تقع حقيبة الدفاع ضمن حصة المكون السني فيما أنه تقع الداخلية إلى حصة المكون الشيعي، وهذا وفقا لنظام المحاصصة الطائفية بالطبع في العراق. وفي حال لم تقع انسحابات شخصية بين مرشحي الكاظمي فإن عدد المرشحين الذين يعرضون على البرلمان سيكون كافيا لتحقيق النصاب داخل المجلس الوزراء القادم، وما يسمح للحكومة الجديدة بمماشرة في مهامها فورا انتظار استكمال باقي أعضائها. في زاوية مقالات يكتب خير الله خير الله في الرأي الكويتية: العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال، وأن البلد الغني جف ضرعه بعد عملية نهب منظمة منذ العام 2003. ما المصير المتوقع للعراق برأيك؟ طبعا في حال كان مطلوبا إنقاذ العراق سيتوجب على الأحزاب العراقية كافة وخصوصا الأحزاب الشيعية القيام بنقلة نوعية والتفكير في مستقبل البلد وما إذا كان يمكن الفصل بين مصالحهم ومصالح البلد في مواجهة التحديات والإحباطات. ولم يعد سرا أن الكاظمي رئيس الوزراء العراقي المكلف يواجه صعوبة في تشكيل حكومة تكون على مستوى المرحلة التي يمر بها العراق والمنطقة والعالم كله، وهناك أحزاب عراقية تريد
مثل ما يقولون تنهش ما بقى من العراق، علما بأن البلد غني جف ضرعه كما يقول يعني بعد عملية نهب منظمة منذ عام 2003 في حال كان مطلوبا إنقاذ العراق. سيتوجب على الأحزاب الشيعية والسنية القيام بنقلة كما قلنا نوعية والتفكير في مستقبل البلد. فمثل هذا الفصل وارد أم أنه بمثابة مهمة مستحيلة في وقت تفكر الإدارة الأمريكية الحالية في الانتقال إلى مرحلة تنظيم فيها تنظم فيها مستقبل العلاقات بين واشنطن وبغداد. ومن بين ما هو متداول في واشنطن أن من أن الإدارة الأمريكية تفكر في التفاوض مع العراق فيما يخص مستقبل الوجود الأمريكي، وهذا ما يهمهم طبعا. وفي عالم تغير فيه كل المفاهيم، يعني تغيرت المنطقة في ضوء هبوط الأسعار النفط والغاز، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا السعر سيعود إلى الارتفاع قريبا. أما العالم فهو سيصبح عالم آخر في عصر ما بعد كورونا. الوضع الاقتصادي سيكون صعبا، يعني أنه أسعار النفط هبطت هبوطا حادا، وهذا ما سوف يؤثر على ميزانيات الدولة، وبالتالي لا تستطيع الدولة من صرف مرتبات الموظفين والعاملين فيها. كلفة يعني الأسعار التي هبطت بشكل كبير لا تسد القيمة التشغيلية، يعني القيمة التشغيلية سوف تكون أكثر من قيمة المنتج، وهذا يجب على الحكومة ووزارة النفط التي تعاقدت مع بعض الشركات أن تعيد حساباتها في هذا الموضوع. أيضا سيد أديب، عنوان في صحيفة المدى العراقية: إفطار وسحور في البصرة على أصوات الرصاص وقذائف الهاون، وذلك بسبب نزاع عشائري. برأيك ما المحرك وراء النزاعات العشائرية في العراق؟ طبعا شهر رمضان يمثل لدى المسلمين وخاصة العراقيين فرصة للصلح والأخاء والمودة، لكن الواقع يختلف بشكل كبير في محافظة البصرة التي وقع فيها النزاع العشائري، حيث ما زالت النزاعات العشائرية تتجدد بين الحين والآخر. وأحد فصول حروب العشائر ما حصل أول أمس والذي ما زالت تداعياته حتى الآن، وهذا ليس بالجديد على محافظة البصرة التي تشهد دائما نزاعات عشائرية وخاصة يعني وتبادل الرصاص، لكن هذه المرة لربما يعتبر المشهد أكثر تعقيدا نظرا لتراكم الأزمات المتمثلة بأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها البلد، التي والمشاكل الاجتماعية التي تواجهها العوائل التي تعتاش على عمل الكسبة فضلا عن الأجواء الرمضانية التي تحظى بقدسية خاصة لدى العراقيين. ما حدث في ناحية الهارفة التي تقع في محافظة البصرة والتي شهدت نزاعا عشائريا حادا استخدمت فيها أسلحة متنوعة بين متوسطة وخفيفة، الأمر الذي لاقى انتقادا واسعا في الشارع العراقي، وخاصة أن النزاع حدث في وقت أذان المغرب حيث كان عزيز الرصاص يضغي على أصوات الأذان، والناس كانت في هذا الوقت هو وقت الفطور يعني. فهذا امر غير طبيعي يحدث في هذه المحافظه، وخاصه على العشائر. يجب ان تكون يد واحده في هذه المنطقه التي هي غنيه اقتصاديا، وتحاول ان تبعد شيطان النزاع هذا الذي يفتك بين الطرفين، فهذا يؤدي الى ضعف هذه المنطقه من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية العشائرية وكافة الوسائل. طيب، صحيفة الصباح الجديد العراقية تقول إن مسلسل حرائق محاصيل الحنطة والشعير واستهداف أمن العراق الغذائي عاد للواجهة من جديد، وهو مسلسل يتكرر كل عام، مستغلين حالة الفوضى ووباء كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها العراق. لصالح من استهداف الأمن الغذائي العراقي؟ بالتأكيد هناك مافيات فساد حكومية ومجموعات مسلحة تسعى لاستهداف الأمن الغذائي في العراق من خلال إعادة مسلسل حرق المحاصيل الزراعية خدمة لمصالحها الشخصية وإضعاف الاقتصاد العراقي. هذه المجموعات المسلحة ومافيات الفساد داخلية تدعمها أجندات خارجية بالتأكيد تعمل بشكل مدروس ومخطط له مسبقا لغاية استهداف الأمن الغذائي العراقي، ومستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
أن الأمر في غاية الخطورة، وهو بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة من قبل الجهات المختصة وخاصة الحكومة، التي ينبغي عليها أن لا تقف مواقف المتفرج مثل ما شهدناها في العام الماضي عندما اكتفت الجهات الحكومية بإعاز أسباب الحرائق الزراعية لارتفاع درجات الحرارة دون الإشارة للأسباب الحقيقية لها. محافظات عراقية عديدة شهدت العام الماضي إحراق الآلاف الدونمات الزراعية من قبل مجموعات مسلحة تابعة لفصائل الميليشيات الحكومية بهدف ضرب القطاع الزراعي في العراق واستمرار استيراد المنتجات الزراعية من إيران دعما لاقتصادها المتهاون. وهذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة العراق ولا في مصلحة الاقتصاد العراقي. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة إذا رغبت في أن يكون الاقتصاد اقتصاد نشط واقتصاد قوي لمواجهة ما سيحدث مستقبلا. فيجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه الإجراءات. نعم، هناك تقرير في صحيفة الشروق التونسية يقول: بعد المناوشات الأخيرة بين إيران وأمريكا أصبح شبح الحرب يخيم على المنطقة، هل تتوقع صدام أمريكي إيراني وشيك في المنطقة؟ المناوشات الأخيرة أثارت بين السفن الحربية الأمريكية والزوارق الإيرانية المسلحة في مياه الخليج، أثارت مخاوف حقيقية من صدام أمريكي إيراني وشيك ستكون نتائج يعني أكيد كارثية على الطرفين وعلى المنطقة كلها. ورغم أن هذه المناوشات هي ليست الأولى ولكن لم تكن الأخيرة، وتبدأ استعراض هذا يعني هو استعراض عضلات واستفزاز جديد متبادل، فإن محللون يرون أن أي حادث عراقي قد يشكل حربا حقيقية خاصة مع التهديدات غير المسبقة بين الطرفين. الرئيس ترامب متعطش لمواجهة عسكرية مع إيران حتى وإن اقتصر ذلك على الحرب الكلامية، قال أنه أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زوارق إيرانية تتحرش بسفن بلاده، وذلك بعد أيام من اقتراب 11 زورقا تابعا لبحرية الحرس الثوري الإيراني من سفن أمريكية في مياه الخليج. هذه التهديدات المتبادلة بين الطرفين جاءت أكثر جدية هذه المرة، لكنها لا تعني بالضرورة استعداد الطرفين للدخول في مواجهة غير محمودة العواقب. وأن كلا الطرفين بالتأكيد له أهداف استراتيجية، طهران تريد الحد من تحركات واشنطن في المنطقة، واشنطن تريد تقليم أظافر طهران الإقليمية في سوريا واليمن والعراق ولبنان، ويشارك في ذلك دول إقليمية عديدة أبرزها الكيان الصهيوني. نعم، أخيرا مقال في صحيفة عكاظ السعودية بعنوان لعبة إخراج الأمريكيين للكاتب طارق الحميد، يقول فيه: ألبست إيران هذه الاستراتيجية أكثر من عباءة، كما طوعت مناهج وتيارات عديدة من أجل خداع المنطقة. كيف خدعت إيران المنطقة طوال تلك السنوات؟ بالتأكيد أن شعار خروج الأمريكيين بالمنطقة اللي يتردده إيران ليس بالجديد، وأن تردد كثيرا بعد مقتل قاسم سليماني، وأنما هو لعبة استراتيجية لم تتخلى عنها إيران منذ الثورة الخمينية، واستغلت لخدمة هذه الشعار تيارات وجماعات يفترض أنها تناهض المشروع الإيراني أصلا. وهدف إيران الأساس من هذا الشعار هو السيطرة على المنطقة وتصدير مشروع الخميني فيها. من أجل تحقيق ذلك صممت وروجت إيران شعار خروج الأمريكيين من المنطقة، وفصلته على مقياس جماعات وأهداف، وألبست إيران هذه الاستراتيجية أكثر من عباءة كما قال الكاتب، وعمامة كما طوعت مناهج وتيارات من أجل خداع المنطقة. ونقول أن هذا الشعار لعبة، أي خدعة استخدمته إيران ضد الجميع، ولذلك أن شعار إخراج الأمريكيين من المنطقة ما هو إلا لعبة إيرانية قديمة جديدة. نعم، إذن بهذا نختم. أشكرك سيد أديب الشكر الجزيل. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا السيد أديب العاني عضو الاتحاد الدولي للصحافة. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج أسبوع الصحافة، أتمنى لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.